السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأهلا وسهلا بكم، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. عاجل، المبعوث الأمريكي يصل مسقط بعرض جديد للحوثيين، وإلى التفاصيل. دفعت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت بمبعوثها إلى اليمن تيم ليندر كينغ، وذلك قبيل اليوم على اندلاق المفاوضات المرتقبة بين الأطراف اليمنية. وأفادت مصادر دبلوماسية بأن المبعوث الأمريكي يحمل في جعبته عرضا جديدا لمن وصفتهم بالحوثيين يتعلق بالبحر الأحمر دون كشف المزيد من تفاصيله. وتأتي زيارة ليندر كينغ لمسقط حيث تتضلع الأنظار لانطلاق جولة جديدة من المفاوضات حول ملفي الأسرى والاقتصاد. والجولة الجديدة وفق ما ذكرته وسائل إعلام سعودية استكمالا لمفاوضات سابقة قادتها سلطنة عمان وبرعاية أممية بين صنعاء والرياض. ولم يتضح بعد ما إذا كان المبعوث الأمريكي يسعى لاستغلال الأجواء الإيجابية لتحقيق مكاسب لبلاده التي تعاني في البحر الأحمر بفعل العمليات اليمنية، أم لبعثرة المساعي للتوصل إلى اتفاق. يذكر أن القوات الأمريكية كثفت خلال الساعات 48 الأخيرة تصعيدها العسكري بغارات مكثفة طارت الحديدة وتعز لأول مرة منذ قرارها سحب حاملة الطائرات آيزنهاور الأسبوع الماضي. ويرى مراقبون بأن التصعيد العسكري بالتوازي مع الحراك الدبلوماسي مجرد محاولات ضغط أمريكية على صنعاء للموافقة على وقف العمليات المساندة لغزة، وهو ما سبق للقيادة في صنعاء وأن رفضتها. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.